وأحب الناس وبلادي وإن قلت الكلمة وفي وأكون حاضر في معادي خلاني أسامح دايما وأصالح بين أصحابي وإن كنت حزينة بسم للي خبط على بابي خلاني شياكة ناقة في حديثي أدب ولباقة بين الإسلام وحياتنا في أسمى وأغلى علاقة وبصوت الحق اتكلم يا ربي صلي وسلم على نبينا المعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يحتل سفر المزامير مكانة كبيرة بين اللاهوتيين، لأن فيه تنبؤات وإشارات عن المسيح عليه السلام، ويوجد في المزمور 35 أدلة واضحة تؤكد نجاة المسيح عليه السلام من الصلب. وكاتب إنجيل يوحنا اقتبس من المزمور ده لما نسب للمسيح قوله: لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية، وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي، لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم إنهم أبغضوني بلا سبب. الاقتباس ده يوافق اللي جه في المزمور على لسان المرنم في العدد 20: لا يشمت بي الذين هم أعدائي باطلا، ولا يتغامز بالعين الذين يبغضونني بلا سبب. والسؤال اللي بنطرحه دايما للي عندهم عقل وبيفكر: هل المزمور 35 نبوءة عن صلب المسيح عليه السلام أم نجاته من الصلب؟ فتعالوا مع بعض نحلل ونشوف المزمور ده بيقول إيه. بدأ المرنم المزمور بالدعاء إلى الله إنه يحميه من أعدائه، فيقول: خاصم يا رب مخاصميا، قاتل مقاتليا، أمسك مجنا وترسا وانهض إلى معونتي، وأشرع رمحا وصد تلقاء مطارديا، كل نفسي خلاصك أنا. وبعد كده المرنم بيطلب من الله إنه يوقع عدوه في الشبكة اللي نصبها له وإنه يؤيده بالملائكة، فبيقول: ليخزى وليخجل الذين يطلبون نفسي، ليرتد إلى الوراء ويخجل المتفكرون بإساءتي، ليكونوا مثل العصافة قدام الريح وملاك الرب داحرهم، ليكن طريقهم ظلاما وزلقا وملاك الرب طاردهم، لأنهم بلا سبب أخفوا لي هوة شبكتهم، بلا سبب حفروا لنفسي، لتأته التهلكة وهو لا يعلم، ولتنشب به الشبكة التي أخفاها، وفي التهلكة نفسها ليقع. فهل استجاب الله لمن يدعوه ولا خيب ظنه؟ المزمور بيوضح إن الله استجاب ليه، والمرنم بيفرح بخلاصه ونجاته.
أما نفسي فتفرح بالرب وتبتهج بخلاصه، جميع عظامي تقول يا رب من مثلك المنقذ المسكين ممن هو أقوى منه، والفقير والبائس من سالبه. الله سبحانه وتعالى سمع واستجاب لدعاء المسيح عليه السلام، وأخزى وأخجل الذين يطلبون نفسه المتفكرون بالإساءة إليه، وملاك الرب داحرهم. وبعد كده نلاقي المرنم بيوصف أعداءه الأشرار بأنهم هيشهدوا عليه الظلم باتهامات خيالية وأمور يجهلها، فبيقول شهود زور يقومون وعما لم أعلم يسألونني، يجازونني عن الخير شرا ثكلا لنفسي. ويقول المرنم عن أعدائه أما أنا ففي مرضهم كان لباسي مسحا، أذللت بالصوم نفسي وصلاتي إلى حضني ترجع، كأنه قريب كأنه أخي، كنت أتمشى كمن ينوح على أمه انحنيت حزينا. ولما أعداء المرنم كانوا بيمرضوا بدأ يتذلل أمام الله بالصوم والصلاة علشانهم، ولبس ملابس الحزن علشان ربنا يشفيهم من مرضهم، وبكى عليهم كأنه بيبكي على أمه. وبما أنهم كانوا بيرفضوا نعم الله فصلاته كانت بترجع ليه بالبركة وما كانتش بترجع ليهم بأي بركة. ويصف المرنم التعب والضيق والشدة اللي بيمر بيها مع أعدائه، فبيقول ولكنهم في ظلعي فرحوا واجتمعوا، اجتمعوا علي شاتمين ولم أعلم، مزقوا ولم يكفوا بين الفجار المجان لأجل كعكة حركوا علي أسنانهم. وعبارة فرحوا واجتمعوا بتفكرنا باللي حصل لما يهوذا الإسخريوطي راح لرؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل واتفق معاهم على الطريقة اللي هيسلم بيها المسيح ليهم. وكاتب إنجيل لوقا بيصف الموقف ده وبيقول فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف يسلمه إليهم، ففرحوا وعاهدوه أن يعطوه فضة. وبعد كده يرجع المزمور ويتكلم عن دعاء المرنم وتوسلاته لله خالقه سبحانه وتعالى. يا رب إلى متى تنظر؟ استرد نفسي من تهلكاتهم وحيدتي من الأشبال. ففي وسط الضيق والشدة يدعو المرنم الله ويطلب منه أن يسترد له نفسه اللي كانت هتضيع منه بأنه يرجع ليها الطمأنينة، وأنه يحفظ ليه حياته من فم الأشبال المتوحشة المفترسة. ويستمر المرنم في دعائه ويطلب من الله أن ينجيه وأن يقضي بعدله وأن يخزي أعدائه، فيقول لا يشمت بي الذين هم أعدائي باطلا، ولا يتغامز بالعين الذين يبغضونني بلا سبب، لأنهم لا يتكلمون بالسلام وعلى الهادئين في الأرض يتفكرون بكلام مكر، فغروا علي أفواههم قالوا ها ها قد رأت أعيننا، قد رأيت يا رب لا تسكت، يا سيد لا تبتعد عني،
استيقظ وانتبه إلى حكمي يا إلهي وسيدي إلى دعوايا، اقض لي حسب عدلك يا رب إلهي فلا يشمت بي. ويرجع المرنم تاني ويحكي عن حال أعدائه ويقول: ليخزى وليخجل معا الفرحون بمصيبتي، ليلبس الخزي والخجل المتعظمون علي. ثم يعود المرنم ليحكي عن حال أتباعه اللي ما كانوش عايزينه يقع في الضيق ده، ليهتف ويفرح المبتغون حقي وليقولوا دائما: ليتعظم الرب المسرور بسلامة عبده. إن الهتاف ده كان فرح بنجاة المسيح مش بصلبه، فالأتباع كانوا هيحزنوا لو المسيح اتصلب. علشان كده المرنم بيوصف حال الأتباع اللي شكروا الله على سلامة عبده المسيح، وده دليل على ان المسيح عبد مرسل من عند الله، زي ما رفض ان يوحنا يسجد لي وقال له اسجد لله. فقال لينظر: لا تفعل، لاني عبد معك ومع اخوتك الانبياء والذين يحفظون اقوال هذا الكتاب، اسجد لله. وده يتوافق مع ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وأيضا قول الله تعالى في سورة النساء: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. بعد كده نلاقي المرنم بيشكر ربه على النجاة وحفظه ليه من شر ومكر أعدائه: ولساني يلهج بعدلك اليوم كله بحمدك. فخلاصة القول أن الله عز وجل حفظ عبده المسيح عليه السلام ونجاه من مؤامرة الصلب، وأن هناك من وقع في هذه الشبكة بدلا منه. وفي نهاية الحلقة أسأل الله العلي القدير أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويجعل كل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.